Brakaj. Brakaj. على ستاسيون جوهر اف ام. يا اهلا وسهلا بالناس اللي اختاروا باش يسمعونا يتبعونا ويحبونا وديما كالعاده فيديل فريكون جوهر اف ام. حاسيلو اليوم نهار ماهوش عادي، اليوم نهار استثنائي، نهوم الكبار والصغار والناس الكل فرحانه باليوم الوطني للصناعه التقليديه. حاسيلو احنا ما احناش غيالمون محتاجين نهار في العام باش نلبسوا فيه الازياء التقليديه نتاعنا، على خاطر ريسامون شفنا انه في الموضه اليوميه نتاعنا ولينا نلبسوا برشا حاجات تراديسيونيل سواء في الفروحات في المناسبات والا حتى في اليوميات، خاصه لي بيجو توا ولاو دو غوتور، معناها عملوا كومباك والتوسكي هكا محبوب وعنبر وريحانات وخليل وخلاخل وفضه وفضه مذهبه وهكا ديميتو معناها بريسيو، رجعوا برشا في المود نتاع النساء يلبسوهم كل يوم في الخدمه. احنا اليوم على ايقاعات الاحتفالات باليوم الوطني للصناعه التقليديه، اللهم صلي على النبي. نشوف قدامي في حزب عالمي كبير على الاخر، بعد شويه البنادر باش تهل على جوهر اف ام. احنا موجودين في سليم سنتر وجو ريميرسي بوكو ليكيب نتاع جوهر اف ام، على خاطر كي نقول فيف ليسبري ديكيب مانيش نلعب، انا عندي اون ايكيب دو فير. نحب نشكر سانز اكسبسيون توت ليكيب من السيرفيس ماركتينغ للاداره للسيرفيس تكنيك اي سورتو سيرفيس تكنيك على راسهم سي عثمان بشيخ. اليوم نحب اول كادو في الحصه هذيا من عندي انا لتوت ليكيب تكنيك باش نودهم هكا بحلول مصمودي، نودكم ولا نشهيكم الناس كلها. حيدر هذاك خليه من بعد باش يجي حسابه. وبحذايا الفنانه الكبيره زينه القسرينيه، وين الصناعة التقليدية وين الجو وين اللبسة؟ عيش بحذايا زينة، مرحبا بيك، ادخل معايا اون ديريكت. حاسيلو معنا سي محمد الزران اليوم، سي اسكندر الزران على اللورج. انا قلت جماعة الزران ديما ما يطيحوش لا تبقى لا الميزان، اسكندر هذيك اموره ديما مضبوطة. باش تسمعوا حاسيلو برشا جو، باش تسمعوا البنادر، باش تسمعوا جو الاحزاب وجو الحضرة، باش تسمعوا الوتري مع الفنان حيدر امير، باش تسمعوا الشعبي مع زينة القسرينية. ابقوا معنا نون ستوب على ساسيون جوهر اف ام، باش تربحوا معنا برشا كادوات. عندي بوكو دو كوفخي من هداء المسمودي، ميرسي بوكو على هلي كوفخي الحلوين. ايش قولك فيهم حيدر؟ والله ياسر حلوين بصراحه، شهيتني ما كبير حلو. مش باش انت مالك باش تاكل باش تذوق، معنا انت باش تذوق كان شوكولا من بعد شويه. هذوما لي زوديتور اللي باش يجوا بحذايا باش نربحهم لي كوفخي مسمودي للناس اللي باش يجوا بحذانا الكل. صحة وبشفاء. اي ما خيرش من الحلو التونسي يعني، على فكره لان احنا نحب الحلو العربي راهو بصراحه. ميرسي ريم على الاستضافه الحلوه هذه، وانت ديما معناتها هي مش حلوه برشا الحقيقه. شنو هي؟ انا من الاول فرشت لك ورد، معناها قلت الفنان وصديقي وخويا والعشيري والعزيز الغالي حيدر امير ربي يستر. اما باش نبدا من تو بصراحه غلبت عليا على خاطرك، غلبت عليا يا اخي، غلبت عليا. سايس عليهم برا. انا ما ريتش انا حتى مره في حياتي ما ريت مدير مسرح. اي معناها انت عندك منصب اداري. اي مدير مسرح ديما في كل معناها محفل تحفل، ما ثم حتى افيش نتعدى على سقيه نلقى تصويرتك معلقه، نتعدى بالكرهبة نلقى تصويرتك معلقه. يا خويا شديت مدير المسرح باش تخدم انت ولا باش تخدم نشاط ثقافي في البلاد؟ انا قبل ما نكون مسؤول على مؤسسه ثقافيه اللي هي المسرح البلدي بسوسه، انا راهو حيدر امير ارتيست 25 سنه اليوم. مش بس نتاع الوظيفه هي اللي مش تغير معناتها من حياتي او من فني، خاطر الفن هو معناتها الانسان يعيش به ويركب به، معناتها ما تنجمش معناتها تنحي لي شخصيه الفنان معناتها كحيدر امير. دونك علاش ديما تلقاني موجود كل ما هو عمل ابداعي انا تلقاني موجود فيه، وانا امك تعرفني معناتها ديما ناشط، ديما نحب التجديد. انا بصراحه صراحه حسيتك تستغل في المنصب نتاعك. لا 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 با دي تو، وتستغل في انه انت مدير المسرح وفي كل مرة معناها نلقاوك أنت حاسب. معناها قال لك المثل التونسي يقول لك ما تخرج الصدقة كما يشبع مالها. أنت ما ما أنت ما يخدم المسرح كما تخدم سيادتك معناها. لا أنا عندي زوز عروض، أنا عندي عرض الزيارة اللي هو مش متسمي على المسرح البلدي أول حاجة، وعمل فني ضخم لسامي اللجمي، دونك عملنا به كارتاج، عملنا به كذا، معناتها مش خاطريني موجود معناتها في الزيارة، دونك أنا ما يلزمنيش نغني فوق المسرح معناتها. تيزيني عاد تيزيني عاد تيزيني عاد
انا عيطوني مثلا انت حتى كي يبدا المسرح فارغ لازم التنبير تطلع بالعود وتقعد تغني. اي زينه بحذايا نحب نرحب برشا بالفنانه زينه القسرينيه. مرحبا بك زينه. صحه 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 الوحده معناها الشاشيه شنو هي زي الشاشيه شو يقولوا لها توا؟ نبليه. صحه يلا ان شاء الله ديما تلبس وتقطع بالصحه. شنو اللبسه ذي؟ انا هذيا هذيا مرساوي معناها هكاكا وهذيا موديرن شويه معناها حتى نلبس موديرن نبلي ونوت رانجي. شنو حوالك زينه؟ صافا الحمد لله. توحشنيك. عايشك وانا زاده توحشت جو عندي. اليوم باش نبركيكم ساعتين باش نغنيو شعبي باش نغنيو وتري. بالله نحبك تعطيني ملاحظه على الطير وما متجملش حيدر خاطر قاعد بحذاك يستغل في المنصب نتاعو في المسرح ولا انا في كل في كل حفله هو الاول منصب روحه. اسمع وين مش نستغله هو مادام هو حيدر ما نعرفش هو يستاهل على الاقل اخرك كيف تنساه تنساه كي خذا بلايصه كي الناس الكل خليه يستغل البلاصه استغل الميساج. والله هو شوف هو مهم جدا ان يكون اقرب شويه الميكرو حيدر مسؤول على فضاء يكون من اهل الدومين. علاش؟ خاطر ديما اهل مكه ادروا بشعابيه معناتها لي تومبيرامون تاع الارتيست وطريقه تفكيره وطريقه تعامله مع الاسباس معناتها ما ينجم يفهم. كان واحد ولد الدومين ما ينجمش يكون واحد اداري فريمون معناتها كل عرفت هذه تجي هذه ما تجيش كلها كي ماستر. دونك انا نقول ديما المسارح عندها خصوصيات نتاعها هذاك علاش لازم يكونوا فيها موجودين ناس من اهل الاختصاص وهذا يسهل برشا برشا على الفنانين. لا صحيح عندك حق حيدر هذاك هو ما تخرج الصدقه كان ماشي بعمري. بنتي قلت له الكلام انا هذايا وعلى ذكر المسرح نحب نعمل ملاحظه مهمه برشا جو بروفيت هو سي با لو كونتكست نتاع ليميسيون نتاعنا اليوم. احنا باش نغنيو وباش نحتفلوا باليوم الوطني للصناعه التقليديه باش نكبر كالعاده ما نجمش راهو ما نبرش معناها وبديت بحيدر حتى دخلت زينه. جوست حبيت نعمل ملاحظه صغيره على المسرح. كي نبدا نتفرج في الحفلات نتاع سيدة ام كلثوم ولا حفلات عبد الحليم والله العظيم والله العظيم يوجعني قلبي على المسرح وحال المسرح في تونس اليوم. خاصة كي نمشي لسوسة وانا معناها نتابع ديما العروض المسرحية باعتباري معناها اعلامية ديما نمشي نواكب العروض. اول حاجة ما فما حتى احترام على مستوى الهندام في الحضور للمسرح. يا ولدي راهو كي نتفرجوا في سيدة ام كلثوم قبل كنت تشوف الناس تجيب الديامونت والفورور والطالونات ومعناها معناها المسرح عنده وقار كبير برشا عنده هيبة عنده حاجة بلاصة كلاس معناها الناس تدخل بسموكينج للمسرح. اليوم ساعات تمشي تحضر في عرس تلقى ناس جاي بشلايك تقول عليه جاي للشط ولا جاي للبحر ولا جاي ما نعرفش مش مشي عوم. هذه أول ملاحظة. ثاني ملاحظة نحب نعملها فيما يخص المسرح وجب خفيت معناتها أنه اليوم حكيت على الموضوع هذا هي نظافة. نخرج ساعات يدخلني حايدر بعد ما يوفى العرض نتفرج في الكوليس نتاع المسرح والله العظيم قلبي يوجعني. شيبس قلوب قراتس كاكي سي با يظهر لي ماهوش موقع باش انسان يجي ياكل شيبس وياكل كذا معناها احنا جايين مش نساهموا في نشاط ثقافي جايين مش نتفرجوا جايين مش ماذا بيا معناها نسكر القوسين هذوما ونحترموا التياترو بالكدا ورجعوه رجعوا له قيمته والهيبه نتاعو ونسكروا ماذا بينا حتى التليفونات راهو كي نبداو نتفرجوا سبيكتاكل. وي انت تو اثرت نقطه مهمه برشا تحسوا ديالوج ولا تو لا مش ديالوج والله ساعات انا نتفاجئ فما ناس تتقلق اصلا كي تقول لها راهو ممنوع هذا ما يدخلش للمسرح. فما حاجات راهو انسانيه مش حتى معناتها ممارسات معناتها فما ناس يجب احترامه فما خدامه فما دي فام دي ميناج ساعات تشوف حاجات معناتها الواحد يحشم اني راجل ما نجمش نطبس ونهزها خاطر خلي هي امراه معناتها لما كلت القلوب وما كلت كذا. دونك هذه داخله في لازم فما شويه وعي وخاصه خليني نحكي اليوم بعد الثوره دونك عندنا برشا مشاكل نعانيو منها داخل المسرح. دونك على الاقل بكل لطف الناس هذوما على الاقل يراعيوا شويه ويحافظونا على 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 المكان هذا هو اللي هو نتاعهم هما هو مشغول ليهم هما. زينة تظلمت شويه اعلاميا عندك مده ما ظهرتش في الاعلام عندك مده ما جيتش كل هليل انت قطعت الاعلام ولا الاعلام قاطعك؟ اغزر ساعد فضل الشوكولا خذ حيدر شوكولا باش تحلي شويه خاطر نعرف تحلك السكر من التنبير نتاعك. تفضل نحبكم تذوقوا معايا لو نوفو كوفخي زي شوكولا مايسترو باسيون دونك دي شوكولا بور توت ليكيب زاد خذوا اسكندر عثمان الاولاد. وي تظلمت مش ما تظلمتش اي ما حد كنت تظلم نسكت نستنى دوري باش نفرغ قلبي هكا كل ما نظر
نعمل ضجه. هذيك انا اليوم نحبك تعمل ضجه باش تعاوني على حيدر باش نحيوه باش يولي معاش مدير المسرح. والله تعمل لك مزيان. نحكي لك حاجه، اكبر ظلم ريته في حياتي من عام 98 نسكن في سوسه، ما خديت حتى عرض مهرجان تبع سوسه. مهرجان سوسه الدولي تحت، ولا دولي ولا صغير ولا كبير. يعني سوسه ما خديتش حتى مهرجان. انت زينه ماكش من النوع اللي يظهر برشا في الميديا، معناها ماكش من نوع الفنانين اللي تمشي للصحفيين وتقول هذا جديد يعدي وهو اللي عندي الغنايه هذي عندي الحكايه هذي. اسمعني، معناها انا نحسك قاعده في دارك. لا مانيش قاعده، انا شفت حالات انا ما نعملهمش. فنان يبدا يمشي بشوار جديد ونبدا انا مثلا مع اعلامي منشط ولا وهذا شي يحب، انا ما يحبش يصير لي نهار هكاك نمشي باش نزل جديدي ويسمعوا بيا البرا نستنى يقولوا هذا شي تحب. لا 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 علاش لا، انا عمري ما مشيت مره الا مستدعيه، عمري ما مشيت وقلت هذه باش نحب نقدمها، نستنى دوري يكلموني زينه تنجم تجينا الحصه الفلانيه نمشي. اليوم مش تسمعني جديده؟ عندي برشا جديد. عندك برشا جديد باش تسمحوا لي ان شاء الله اليوم نسمعوا جديد وباش نصلح للراي العام والناس اللي يسمعوا فينا باسكو دي مليون دوديتور. ثم برشا اشاعات عليك انت زينه القسرينية، برشا حاجات تظلمت فيها نقاط، اليوم شنو نوضحوها للناس على خاطر التونسي. اول اشاعه التونسي ذكرته قصيره، معناها يشفي شد عليك كلاش مثلا ولا شد عليك حكايه تقعد الحكايه هذيك كتيكه لاصقه فيك ما تتنحاش فاسيلمون. تو كيما حيدر انا تو طلعت عليه الاشاعه هذيا استغل في المنصب نتاعو، تحب له سنوات باش يصلح الصوره نتاعو ويلمعها من بعد. انا باش نمشي نسمع الحزب اوتوماتيكمون اذا كان في الحافله يقولوا لي نجم نجم نصلح الاشاعات على الاقل قبل ما تمشي تسمع الحزب. لا لا مو خلي الناس يستناو شنو هما الاشاعات. عاد ما عندي حتى اشاعه اقسم بالله. لا لا عندك اشاعات ومن بعد نطلعهم لك الكل، محضرت لك برشا حكايات. اللهم انت سمعتي، انا ما سمعت شيء.
شاهي غزور هو اللي جاب لك شاوي مبخور يلا شاهي غزور هو اللي جاب لك شاوي مبخور جاب لك شاوي مبخور واحضرنا للموزين على موزين على موزين تفيت مع زينة وزينة باش تغني لنا بعد شوية غنية داركم اللي حبوها الناس كل حكيت معاك زينة بكري على شوية التجني الإعلامي هكا اللي وقع عليك انت سمع زوج إشاعات ديما ما انت متهمة بيهم زينة متهمة بيهم متهمة بيهم لاسقين فيك أول إشاعة نحب نصححها شوية مع الرأي العام هي القضية اللي حكي عليها برشا حكيت عليها برشا صحافة توصية في التلفزة حكيت عليها جرايد حكيت عليها الناس تداولوها بطريقة معناها خايبة أنه أنت فنانة تحرق في العباد مش نحرق هاد نعطي فيهم في الفيزا تعطي فيهم في الفيزا وتطبع لهم ما شاء الله عندكم نفوذ قوي في تونس حسيت حيدر بصراحة يحب يحرق معناها عاد ما ديما أنا عندي حاجة نحب أقولها لك أنا ماني خارجة من هوني كما نحرق حيدر بصراحة باش نفرح برشا من الناس يكرهوه سيك العمل فيا توا هذاك أخويا هذاك عشيري مش صحيح عمري ما خرجت حتى حد وكان جيت عندي نفوذ باش نخرج أهلي ومالي قبل الناس الكل الحمد لله أني قضية خذيت فيها براءتي وظهر الحق المهم اللي نحب نقوله للناس انه انت خذيت معناها حكم بعدم سماع الدعوه سماع الدعوه في التعقيب يعني في التعقيب نهائيا علاش انت زينة علاش معناها دخلوك خاطر شو سامحني المثل اللي يقول لك ما فماش نار من غير دخان والعظمه ما تقول طق كما فيها شق مثلا الحكايه عليك انت كان ثم شويه لا ما فما حد شيء هم قصدوا المراه اللي قاعده تخرج في الناس مش قصدوني انا اما كلمه احنا فرقه زينه هي اللي كركرتني انا في جرت هذا الكل معناها الاولاد اللي خرجتهم المراه وعملت لهم فيزا المراه عندها نفوذها تخدم في قنصليه امورها امريكلا معناها في هولندا قلت لهم كي انت معناها كي سالوكم قولوا فرقه زينه كلمه فرقه زينه هي اللي جبدت زينه كم كوا انا مشاركه وانا ما في باليش حتى بشيء معناها بالوثائق اللي خرجناها من قنصليه هولندا عرفوا حقيقه اللي انا ما عندي حتى دخل عندي اربعه من الناس متكفله بيهم مقدمه دوسي اربعه من الناس كهو في الحقيقة ما نكذبش عليك ثم شكون حط لي العصا في العجلة كما يقولوا فيها في اللولو من الفنانين فهمتني وشميتة أمور شميتة أمور معناها من الفنانات المنافسات اللي كنتي من صحابنا أي من صحابنا مرأة وراجل الله يسامحهم هما يعرفوا رواحهم ثم الراجل طلب السماح أنا مسامحة الناس الكل وحتى اللي ما ظلمتوش وحس اللي أنا ظلمته نقول له سامحني أنا عمري ما نحب نظلم المنافسة في الفن ولا في معناها ميدان صناعي ولا في ميدان تجاري ولا موجودة فيت كل شيء أنا خديت أجر قدام ربي وهم أخذوا اللهم إثم أنا نسامحكم في الدنيا إن شاء الله ربي يسامحهم عانيت منها أربع سنين الحكاية هذه أثرت لك شوية على الكارير متاعك ما أثرت فيه شيء أنا في بالك أنا محكومة ونخدم أي. أنا محكومة بسبع سنين ونخدم ونقبل في العرابة علاش خاطر ممنا بالله وممنا ببراءتي ما شاء الله عليها زينة دونك عندها البريزونس نتاع الصوت دونك صوت تحسوا معناتها معبي مليانة عندها بان شيء والفن الشعبي يتطلب معناتها الأصوات بالنوع هذايا دونك كو معناتها الفن الشعبي ما يمنعش انه اليوم موجود في تونس ولاقي هذاك هو معناتها هذاك هو اللي حفل عروساتنا اللي حفل الناس كل نشطوا على الفن الشعبي وانا بيرسونيلمون نشط على الفن الشعبي معناتها يعجبني الريتم ما تخممش تعمل اغنيه هكا حيدر قول له تنجمش تعمل مسرحيه موضوع الاغنيه لا شوف مخمم ما نعملش انا عملت اخت القمره مي دون ان اوتر ستيل معناتها مودرن شويه مي انا نامن كل واحد يزمو يشد الاختصاص اللي هو فيه بما ان هي لاقيه روحها في الجو هذا ما نصورش هي زاد كان غدوه مش تتجرأ تعمل اغنيه ما نعرفش انا الترابيه اللي مش نجرأ نعمل مسرح هكا هاو مسرح بوم نجيب واحد ونحطه على المسرح مش مسرحيه معناها منعمل مسرحيه على دارك انا شبيه الناس كل مش يعجبهم الجو
ونحط رويجلي قدامي كي نبدا نقول له دارك راه ما عملوني. اسمعني حسيتك دراجلك عاملين فيك شويه ولا لا؟ بالعكس يعني باهين معايا. لا لا عزيز قلبك ما صابني، عزيز قلبك ما صابني، عزيز قلبك ما صابني، شوف الجزائر ومنابني، عزيز قلبك ما صابني، عزيز قلبك ما صابني، قلبك ما صابني، قلبك ما صابني، شوف الجزائر ومنابني، أنا عزيز قلبك ما صابني.
الاول. لبست راجلي وانت معطلتيني من بكري. اسمعني نحسك حزار عليه برشا، نحسك حزار عليه برشا راجلك. شوف طب ليه تلفتي انت اخزر كيفاش لبسته يا ساعه تو انا تحب. علاش تغير عليه؟ علاش تغير عليه؟ علاش تغير على علاش تغير عليه برشا؟ سوا معناها نحب راجلي. معناتها هو لوجيك انه كل امراه تغير على راجلها عادي، اما انت شيطت بالغيره ياسر ياسر. راهو لا اسمعني، كل حاجه راجلي، الحلو راجلي، الحلو راجلي، الجو راجلي، القهوه راجلي. ذكرتني في هذيك ليلى شابك عملت مسلسل تصبر تصبر وتقول لها سيمون سوف راجلي، كل حاجه تدخل فيها راجلي بور فيغ ان تي رابيل. اختي عطلتني والبنات مش يهزوني رويجر. لا اسمعني، قداش عرست عمرك زينه؟ اول عرس 17 سنه غير 3 ايام. اي معناها انت معناها عملت قرير في العرس، معناها اللي يسمع تخاف على راجلك تقول هذيا معناها مسيكنا عرسه بايره ولا كبيره على الاخر وخايفه لا تقولها. ها مانيش بايره ولا حاجه، اما اختي تو اضحك في كرة سنيك. اي نحن نقول سر مثالش معناها كان شو هو باش نخرجك شويه، وكان ما تحبش تجاوب ما تجاوبش. والله انا خاطر ديما جو فونس معناها انا ما عرفليش نسال شنو نحب، وانت انت كان انا حرشتك ما تجم تجاوبش. لا 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 نقولها نقولها عادي. هو راجلك انت تحزر عليه على خاطر انت اكبر منه في العمر؟ لا لا انا بين صغير منه. لا لا الحقيقه انت خذيته اكبر منه. قداش فرق صغير منه وزين منه؟ قداش فرق؟ فرق في العمر 13 سنه. انت اكبر منه ب 13 سنه. اي نعم مقدم لك قداش ما نظهروش جمله. اي صراحة عندك الحق تغير عليه فرانشمون. ما نقدروش مش مش مسبب لك متاعب بالموضوع هذا. جملة جملة. لأنه المجتمع تحسه صعيب شوية. اسأله هو اسأله. إي أنه معناها اللي يكون الفرق بين المرأة ورجلها مثلا عام عامين خمسة سنين. لا لا كان عند الجهل. كان عند الجهل. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها قد عمره مرتين، خلي راجلنا يكون هو قدام الرسول. إي. معناتها هيك انت ياهو معناتها النتيجه هي واضحه، النتيجه اللي انت تغير برشا عليه خاطر عادش بيه نغير عليه. وليه حتى كان اصغر حتى كان انا اصغر منه ب 13 سنه نغير عليه. كل امراه تغير على توا. اسمعني ما شنو كيفاش معناها زينه سكانير انت معناها تفلي له التليفون تساله شكون طلبك تعس عليه وين مشى وين جا؟ لا ما نعسش عليه اسمه والله لا نعس عليه. وين انت معايا في مراكش وحكى لي هذه محملته تحدي نسكت بربي محملته المراه. جارتي يعطيك ربي جارتي. زينة احكي لي شوية على جديد، شنو عندك جديد توا؟ جديد عندي أغنية على الغربة لك الوليدات الحرقوا كان حرقتها مين هم غنوا معناها فهمتي. عندي الغربة يما كوت لي قلبي ادعي لي بالله روح لاباس سمعك منها شوية. سمعني شوية. الغربة يما كوت لي قلبي ادعي لي بالله روح لاباس مشتاقة والله وزايد غلبي نموت في بلادك بقيت الناس نموت في بلادك بقيت الناس جميل. انا
اش جرالي الغربة تغير حالي، نحكي لك اش جرالي الغربة تغير حالي، خسرت صحتي ومالي تعبت والله بنيتك، الغربة زايدة عذابي على بابا كل صحابي، فاضي الكاس على تربي وما عاد بيها وين، فاضي الكاس على تربي وما عاد بيها وين، وين الله عايشك الله الله جميل عايشك. الهدف المادي هو الهدف الرئيسي. أما باش ننبر عليك شوية في حاجة صغيرة. قولي. أنت بديت بديت. لا 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 أنا نقول ديما سكو جو بونس، معناها إحنا صحاب والكلام اللي باش نقوله لك معناها وحدنا نقوله لك قدام الناس وعادي معناها تنجم ما تجاوبش معناها حتى أنت كان تحب. قولي. الأغنية اللي خرجتها الأخرانية بالكل اللي تعديت على جوهرة اف ام أغنية حلوة ممتازة على الآخر على مستوى التوزيع وزحها لك أنيس. أنيس أنيس. أنا هي منهم ساعة أنيس الغربية هو ملحن أي. عندي غناية وزعها سامي اللاجمي. لا 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 الغناية اللي سمعتها الأخرانية اللي فيرسيون أكوستيك على البيانو كوني قريبة كلي فوالا كوني قريبة. أنا نحب نلوم عليك في حاجة ولا نستفسر منك في حاجة. غناية هذه غناية ممتازة جميلة حلوة كلمات راقية لحن معناتها عملت حاجة صعيبة برشا أنت. وين؟ أنت عملت حاجة صعيبة أنت معناتها غنيت على ديزاكور بيانو خدمة حلوة خدمة مش تاهل فنان يغني على ديزاكو معناها برشا موسيقى جاي يسمعوا فيها معناها يعني صوتك هو صوتك هو الانسترومون معناها انت 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 توصل في اللحن نتاع الاغنيه بصوتك معناها سي 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 كلكو شوز دو ترانسبوزي كي تري ديفيسيل. بقى انا اللي استغربته في الاغنيه هذه هي بريز دو سون ما نعرفش اسكو الاغنيه ما نظلمكش انت سمعتها على انا سمعتها سمعت في الفيسبوك انا سمعتها اللي تعدت في جوهره يعني لا ما تعدتش في جوهره سمعتها في لا اللي عندنا يعني الفيرسيون اللي عندنا لا 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 جميل حيدر حبيت نفهم منك هي يعني تسجلت لايف وانت عديتها هكا ولا سجلتها استوديو بالطريقه هذيك لا لا انا ما سجلتهاش انا ما سجلتهاش انا مسجلها كي وقتها قدمتها في دار بروجي المهرجان الاغنيه ماكيت معناها تيموا ذاك تيموا سمعت انت تيموا ماشي الاغنيه كامله بالعكس حبيت لي فان نتاعي وصحابي معناتها على الفيسبوك حبيتهم يشاركوني الاغنيه دونك هبطت على الفيسبوك لانه ما ننساوش اليوم الفيسبوك ولا سيبور معناتها ميدياتيك تري امبورطون دونك علاش هبطت على اغنياتي وليت انا حتى اغنياتي في اللايف وليت نهبط فيهم على الفيسبوك اما حيدر باش تعاود تسجلها باش نعاود نسجلها كي ما اذا كان هذيك هي معناتها الفيرسيون هي راهي رديئه لا هي مش مسجله مازالت ما تسجلتش جمله معناتها ماهيش مسجله هذيك التيموا هبطت انا على الفيسبوك وعمرها ولا تعدات
كانت لا في راديو ولا في تلفزه، معناتها ما عدتش بكل. باهي انا مش نسمع منك باش نبقى في الجو التونسي، اما قبل بحذايا برشا تحفونين هكا محلاهم باش نعطيهم بعد شويه بعد الغناء. بعد الغناء زيلش لا بعد الغناء سي بون نسمعوا حيدر شو باش تغني لنا حيدر. نغنيو تونسي مادام الناس كل شيء عامله جو تونسي. وانت طلبت مني غناية ذولي. انا طلبت منك غناية هيو هيو البنات. هيو هيو البنات لوموا عليا. هيو هيو البنات ما تلعب عليا حارق قلبي ومشات بالفانتازية. هيو هيو البنات مكتوب علي حرقة قلبي ومشات بالفانتازية. القعدة في الشط بشكل وفرط الموجة تكلي برتحط والبهلاية. أيوه أيوه لبنة مكتوب علي قلبي من شات البنات. هذا حل القعدة الناس ما فيها باس عبلا علي عساس من طرف الرياء. يا مسكتر الشط بشكل وفط الموجة تقلي برتحط والبهدية. هيو هيو لبنة مطلوب علي حرقة قلبي ومشات بالفانتازية. هيو هيو لبنة مطلوب علي حرقة قلبي ومشات بالفانتازية. خلي بدلني وش عليكم فيه وش عليكم فيه. خلي بدلني وش عليكم فيه هو يضرب بالنية والرضي. اه يا ماما اه يا ليلى خالك جاء يا سيدي وليك من لوطا. الندى كمل الجمل شان الله يبيع الكل في الكل. هو يبيع وانا اللي نشري خمسة والخميس عليه. اه يا ماما اه يا حنة اه يا ليلى خالك جا اسع عيونك من يلا يا برا على خالي يا دحنوس عنقير القشطة نين الكابوس واللي بنات عليه حبوس. وباهي ناسي دمو فيه خمسة واللي خميس عليه. اه يا ماما اه يا حن اه يا ليلى حيدر جاء عريبينو من حلاه. خلي بدلني واش عليكم فيه واش عليكم فيه. خلي بدلني واش عليكم فيه هو يغضبنا ونرضيه. اه يا ماما اه يا حنة اه يا ليلى خالك جا عريضينو بالحملة. ايوه
عيش الحيدية حرام وسورية شناش الحيدية حرام وسورية ورجولي شوية عنوان في الغايب من المدة قالوا لي راح قلت جعلها هو يما الاسمر يما سببت يا عيني يما هو يما الاسمر يما سببت يا حبيبي هو اللي سحرني سحرني وقتلني هو اللي سحرني سحرني وقتلني سايا من خضرة عيني هو يما حلي ايه الله الله محلى جدك والله عاجبني محلى جدك محلى جدك تعالى اخطبني محلى جدك محلى جدك والله عاجبني محلى جدك محلى جدك تعالى اخطبني ومحلى جدك محلى جدك والله عاجبني محلى جدك محلى جدك اجا اخطبني محلى جدك محلى جدك والله عاجبني محلى جدك محلى جدك يلا اخطبني يا طويل الجد يا محلول مالي غيرك حد قلبي ديك مفتون يا طويل الجد يا محلول حابين ناخذوا لكم بالخاطر ونمشيوا على حسب الشيء اللي تطلبوه انتم يعطيكم الصحه الجو شنو رايكم في الجو اللي عملته الفرقه بصراحه فاشما شنو رايكم يعطيكم الصحه فاشما يعطيكم الصحه ان شاء الله موفقين وان شاء الله سيزون سنه مليانه ان شاء الله سيزون زاد عندنا مفاجاه سنه على الصعيد نتاع العروض عندنا عرض قاعدين نحضروا له بعنوان لمت لسياد عرض ضخم ياسر فيه نجوم أقوية برشا فيها مشاركات متاع عدة أقطاب في الموسيقى والفن الصوفي نذكره كيما شيخ مختار بيوض وعلي المقدم وبرشا أسماء نفضلوا كون نتحفظوا على ذكرهم توا الوقت أو الحالي. سي حيدر ولا خبير عاد أو في الأمور هذيا أكيد ولا خبير خدم في الزيارة أكيد أي عرض فيه زيارات باش يخدم فيه راهو أي بالطبيعة على عيننا وراسنا سي حيدر ونشرفوا اللي تخلى الميدان كيما هذا أنا عجبكم صوتي ولا انتدبوني معاكم أي مرحبا إيش مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك وعلى فكرة العرض مش يكون إن شاء الله في شهر أفريل في المسرح البلدي في سوسة كما قلت لك عرض مش يكون خوي برشا من ناحية الموسيقى من ناحية الاختيارات فهمتي ولا بعنوان لمة لسيات وإن شاء الله ربي يوفقنا ويوفقكم ويوفق ناس كلنا صوت هذا ما هوش غريب عليا صوت النبار الكبير أنيس من الحاج صلاح I love you too
Marrakesh. Marrakesh.